يا صباح الجمال على كل مشاهدي هذه الشاشة الجميلة. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء على الهواء. لقاؤنا دائما بيتجدد بمشاهدتكم ومتابعتكم لنا بكل تأكيد. أستسمحكم عذرا مشاهدي الأعزاء، أعزي نفسي في فقيد الأسرة جدي رحمة الله عليه، بول باك أني، الذي وفاته المنية بالعاصمة جوبا. وأعزي كل خيلاني، وأعزي برضو أمي وكل الأهل بكل تأكيد. النهاردة أكيد معايا حلقة مختلفة جدا وحلقة جميلة، أكيد بضيوفي اللي منورني في الاستديو، الدمج ما بين الفن والإبداع. فإحنا حنستمع لواحد من شعراء مصر، وأيضا معانا موهبة جميلة جدا، المطرب اللي منورني في الاستديو الأستاذ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. أستاذ أناك أستاذ محمود، تعرف المشاهد باسمك، وبعد كده على طول حنسمع أغنية. إحنا متشوقين جدا إنه نسمع من حضرتك. الله يخليك. أنا اسمه محمود محمد، مش شرقية، مركز أربع نجمة. يا هلا وسهلا، وهلا وسهلا بكل أهل الشرقية. أنا سعيدة صراحة بوجودك معايا، وسعيدة دايما بأهل الشرقية، وتحية وتقدير لكل حد في الشرقية. تفضل سمعنا إيه؟ والله اللي أنت حابين، عايزين تسمعوا إيه؟ أي حاجة من حضرتك. عايزين تسمعوا مثلا ما بلاش اللي أنت معانا؟ جميل، نسمعه. بسم الله. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا، ولا احنا عشان مش قد تشتري وتباع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا، معانا بلاش ده معانا، هتلون ليه ويانا؟ ما بلاش حركاتك دي، امبارح كنت معانا سكر في حلاوة حنية، حصل ايه مننا اخينا؟ توعدنا ولا بتجينا، وتعدي ولا بتسلم، بكرة اللي عطاك يعطينا، ولا احنا عشان مش قد تشتري وتباع في هوانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتباع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا، معانا بلاش ده معانا، هنسيبك كده على كيفك، بطلنا خلاص نلغيك، وفي يوم لو زرنا عطيفك هنقول الله يهديك. هنسيبك كده على كيفك، بطلنا خلاص نلغيك، وفي يوم لو زرنا عطيفك هنقول الله يهديك. وهنسأل ولا نسألش، وهنقسى ولا نرحمش، وإن جتنا في يوم تنادينا رح نعمل ما بنسمعش، ولا احنا عشان مش قدك تشتري وتباع في هوانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتباع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا، معانا بلاش ده معانا. شكرا. صراحة استمتعت بالصوت الجميل، وبتمنى من ربنا يعني يوفقك وتوصل صوتك للشارع المصري والشعب المصري. صراحة صوت جميل جدا. كنت عايزة أسألك، هو الغناء عندك هواية ولا وراثة من حد في الأسرة؟ لا، هواية. هواية. هو من أنت صغير يعني، من حضرتك صغير؟ وأنا من صغري بحب الفن، بس ما فيش الشغل وقت وقتي يعني، شغل وقت اكتر. شغل وقت وقتي، ويعني كل حاجه واخده وقتي، بس الناس لما كنت قاعد في الورشه شغال بتاع يعني، هو انت بتدندن بدندن. أيوة. ازاي انا بغني، وازاي انا مؤاخذه في الكلمه يعني، بقطع في الكلام. جميل جدا. لا، صوتك صراحة في الغنى جميل جدا. بس أنا كمان متوتر، مش عارفة أطلع الصوت صح. لا، صوتك واضح جدا، وأكيد يعني إحنا والمشاهدين والناس الموجودة معانا أكيد استمتعوا باللحن اللي إحنا استمعنا قبل شوية. طيب، مين اللي بيشجعك يا محمود؟ أصحابي. تمام. وفي ناس برضه بتهبطني، يقول لك أنت ده، أنت ما بتعرفش تغني. تمام. انت صوتك مش عارف ايه، انت عاوز تبقى زي المطربين. قلت والله انا واخدها هوايه، واخدها حب استطلاع. جميل. يقول لي ازاي اخدها، خليك في شغلك. قلت والله انا
أدين واخدها هواية حب استطلاع أنا ورزقي يعني. وأنا مفيش مشكلة، ممكن أنا أكبر في شغلي طالما في هوايتي برضو أمارسها. في ناس دلوقتي بتمارس هواية الرسم، تلاقيهم هم دكاترة بيمارسوا هوايات تانية تماما من الشغل اللي بيشتغلوه، بس طالما دي هوايتي وأنا بلاقي نفسي فيها أجيت الحاجة دي عشان أوصل لقدام. صح؟ نعم صح. فناس كتيرة جدا بتنتقد الناس، حد يشوفك انك بتحاول تشتغل على نفسك، بتحاول تثبت نفسك، بتحاول تأسس نفسك عشان تنجح، يجي لك حد يقول لك لا ده انت ما تعرفش ده صوت. لا انا صراحة بقول لك صراحة يا استاذ محمود صوتك يعني جميل جدا وعجبني. عايزة حاجة بس، ما تسمعش لحد يقول لك صوتك مش جميل، خليك في شغلك، خليك مش عارفة في ايه. لا دي حاجة انت حاسس بيها. صح؟ صح. ده احساس داخلي، طالما احساس داخلي مش هيأثر في حاجة اكيد. طيب يا استاذ محمود، احنا هنطلع فاصل وحنرجع نكمل مع بعض. اعزائي المشاهدين فاصل وراجع لكم تاني. ورجعنا لكم من جديد اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي الثاني اللي برضه منورني في الاستديو، الاستاذ اشرف سعيد او الشاعر اشرف سعيد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. منورني يا استاذ اشرف. والله بنورك. الشاعر اشرف شاعر عاميه، كتب شعر كثير جدا في الشعب المصري والجيش المصري. صراحه انا مبسوطه انه هو النهارده منورني في الاستديو. ربنا يخليك. تسلم. الله يخليك. تحب تعرف المشاهد وبعد كده نسمع من حضرتك حاجه على طول؟ تمام. اتفضل. انا اسمي اشرف سعيد. هلا وسهلا. شاعر عاميه من الشرقيه مركز دار بني. يا هلا وسهلا. تمام. وحابب طبعا قبليك صراحه رحبني بكل اهل الشرقيه، الناس خليك. اللي جميله، الناس اللي دايما بتفاعل بيهم وبحس نفسي انا في وسط اخواتي يعني. ربنا يخليك. تسلم. الله يخليك. واهل السودان برضو وحبايبنا. تسلم لي يا رب. ربنا يخليك. انا هقول لها هسمع حضرتك حاجه صغيره كده. اتفضل. اسمها صلي على رسول الله. صلي على رسول الله في كل وقت وحين، صلي وزيد الصلاه على حبيبنا النبي الزين محمد ابن عبد الله يا ناس كحيل العين. أصل الصلاة على النبي زادي وزوادي بأمي وأبويا وروحي وأولادي، صلوا على نبينا الهادي، صلوا عليه وسلموا، صلوا على الرحمن اللي إلهه كرمه وخصه بأعلى مكان، قرآن فصيح علمه يقرأه بأحلى لسان، صادق كمان وأمين ووجهه مليان أنوار، وحتى يا ناس من الأجمار تشوفوا نور على نور، صلوا على نبينا بدر البدور، صلوا وزيد الصلاة على حبيبنا النبي الزين محمد ابن عبد الله يا ناس كحيل العين. طلب الشفاعة لنا من رب يوم الدين، قال له شفاعتي وجنتي في ايديك يا نور العين، وبهديك كمان رحمتي رحمة من رب العالمين لعباد المخلصين، صلوا على نبينا الزين يا ناس كحيل العين. الصلاه والسلام. شكرا جزيلا على الشعر الطيب في شعر المصطفى. بتشكرك جدا. نرجع تاني على استاذ محمود اللي برضه منورني في الاستديو. محمود معلش، محمود احنا عاملين له البوم جميل. تمام. وانا كاتب له كلمات جميل، وهيقول لحضرتك دلوقتي اغنيه اسمها شفتك من بعد سحرتيني، هتعجب حضرتك وهتعجب الساده المشاهدين باذن الله. من كلمات حضرتك ان شاء يعني. الله. ماشي جميل جدا. هنسمع استاذ محمود ولا اتفضل سمعنا حاجه. شفتك من بعيد سحرتيني، ومن سحر عيونك دوختيني. شفتك من بعيد سحرتيني، ومن سحر عيونك دوختيني، وبضحكتك الحلوة يا حلوة جبتيني على ملا وشي. مكتوب عليا مكتوب عليا أحب بجنون، مكتوب عليا أحب بجنون، ولما شفتك يا حلوة
بعيون، ولما شفتك يا حلوة بعيون، ومش أي عيون دي يا حلوة، ده عيون من قلب حنون. أنا معرفش أخبي وداري من اللي شايفه يا ناس قدامي، أنا معرفش أخبي وداري من اللي شايفه يا ناس قدامي. شايف ملاك، شايف ملاك على هيئة بشر مرسوم على شعاع من نور. يا ترى يا ناس، يا ترى يا ناس، ده القمر ولا النجوم حواليه بتدور؟ انا معرفش اخبي وداري من اللي شايفه يا ناس قدامي. حضرتك حيل جدا، بس صراحة أستاذ محمود وأستاذ أشرف، إحنا الوقت صراحة كان اليوم صعب جدا، والطريق كان واقف زي ما حضراتكم شفتوا، بقى ساعتين جا في الطريق، فإحنا دخلنا في وقت تاني، فالكنترول بيشاور لنا إنه للأسف جدا وقتنا انتهى. جاي على بالي عيط صراحة، عشان كنت أنا عايزة استمتع بالأدب والفن، بس للأسف جدا مش عارفة أقول لحضراتكم إيه. بقول لكم كنت حضور عنيق صراحة في الاستديو، وشكرا ليكو، بس وعد مني ليكو حيكون عندنا حلقة تانية أستاذ محمود والشاعر أشرف. لغاية هنا أعزائي المشاهدين، بكل تأكيد وصلنا إلى ختام حلقتنا، بس حابة أشكر مدارس كامبريدج العالمية لرعاية هذه البرنامج، وإلى اللقاء الأسبوع القادم.